شاف واحد توجه مش عنده فكره قالوا لي سيدي قنطرة واحدة لا تغمن لا تسمينه ولا تغني من الجوع يعني مابقاش نديرو مزايدات نديرو كلام فرفار كلام سياسي ربما القنطرة جات في سياق سياسي أكثر مما هو المبعوث الأعضاء ديال جماعة الدريوش ناضلوا ومازالوا يناظرون على تنمية شاملة كاملة مغاديش ترشونا كما يقال رش رمضان العيون في القنطرة السيد الرئيس فضينا في القضية حنا بغينا فرصة كاملة كما قالوا الإخوان حنا مواطنين مغاربة كنتمي لهذا المغرب حبيب بغينا تنمية شاملة وطالبنا منها علاش مثلا واش الدولة ما فكرتش في سد واقية باش كاع باش نحيدوا هاد المشاكل القنطرة الصور هذه من بينها مثلا السد واش حنا غنبقاو عاد في 2025 واش الناس اللي مورا نبقاو نكذبوا عليهم السيد الرئيس هذا القنطرة هذه النقطة جات في سياق معين هو احتجاجات المواطنين في كل قبل احتجاجات ديال المواطنين هذا هو السؤال المطروح إلا كان بالفعل عندنا غيرة والسلطة عندها غيرة بالضرية فين كنا شحال هذا وهذا 10 سنين أيضا والله الناس ما ضربتش مدن أخرى شهر شهرين عام إلى كانوا يعني مدة يعني أقصى مدة ضروا استنفعوا داروا مثلا ديور دار هذه الدار 10 سنين عيبوا على المتضررين هذو يعني الصراحة يعني أصبح مواطن بدون كرامة ونخجلوا نقولوا إحنا مثلا كنخدموا باش نعوضوا هاد الناس ديال الفقير القنطرة هذه النقطة هذه فضينا فيها بدون مزايدات بدون هذا وأقول وأكرر أنه إلى ما كانش ربعان القناطير بحني سيد الرئيس أنا لن أصبح على هذا شكرا